متابعات ومتابعي قناتي الأوفياء والجدد، هذه تجربة شخصية أصررت أن أعجل بمشاركتكم فيها، لأنها عبارة عن وصفة ناجحة وفعالة لما يسمى بالزكام الموسمي الحادة والأنفلونزا أو الرواح. إذن تبعوا معايا باش تعرفوا هذه الوصفة. البنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعات ومتابعي القناة ديالي، كنتمنى تكونوا بألف خير وتكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. وغادي نبدأ هذا الفيديو ديالي بخير البر عاجله. في الحقيقة هذه الفترة اللي فاتت راه كنت مريضة بالزكام، وصبت واحد الزكام نيت صعيب اللي نعسني الفراش وداك الشيء، رغم أنني استعملت مجموعة ديال الأدوية، ولكن رغم ذلك ما حصلتش على واحد النتيجة فعالة. اللي فكني من هاد الزكام الصعيب هو هاد الوصفة اللي غادي نعطيكم. هي فيها عنصر أساسي ومهم، ولكن أنا غادي نقول لكم أشنو اللي زدت على هاد الوصفة باش حصلت على نتيجة حسنة. والله عرفتي الصوت ديالي كي كان، الحالة ديالي إضافة إلى التعب ديال الجسم ديالي، المفاصل ديالي، والله ما كان قدر نتحرك، وألم الرأس إلى آخره. كتعرفوا المشاكل اللي كترافق الزكام، وجاني في الحق صعيب والله. والحاجة اللي لقيت عليها الراحة هي هذه الوصفة. أول وقبل كل شيء غادي نهضر لكم على العنصر الأساسي اللي هو الزعتر البلدي. ها هو كاين عندي هنايا، بالنسبة للبنات الزعتر البلدي راه عنده واحد الفوائد كثيرة وجمة. من ضمن الفوائد ديالو هو انه كيتعتبر كمضاد حيوي، وكان كيعتبروه الاطباء في العصور الوسطى مضاد حيوي، كيستعملوه الكثير من الامراض وبدون اضرار. علاش؟ لانه كيقضي على البكتيريا، وكيقضي كذلك حتى على الفطريات. اضافه الى ذلك واللي مهم هو اللي بغيت نطرق معكم ليه في هذا الفيديو، وهو انه علاج فعال لامراض الجهاز التنفسي بفضل واحد جوج ديال المكونات اللي فيه، جد مفيدة للجهاز التنفسي. كتعالج لنا السعال، كتعالج لنا الضيقة، كتعالج لنا أشياء أخرى بحال الغازات ديال البطن، إسهال دوك الإسهال الطفيليات اللي كتكون في البطن بحال دوك الحنيشات الصغار ديك السينتا إلى آخره. وكاين عنده فوائد كثيرة، ولكن أنا غنقتصر على هاد الجانب إن شاء الله. البنات بالنسبة لهاد الوصفة استعملت فيها، إذن أنا غنعطيكم المقدار ديال هاد الوصفة اللي تستعملوه، مقدار يومي. كناخدو 3 كؤوس ديال الماء، إذن ما يعادل الكاس ديال العنبة، وكنديروه في واحد الآنية. ثم كناخدو واحد الملعقة مملوءة بالتمام، تكون عامرة وزيت فيها شوية، نغسلوها. ها هو أنا غسلته، هاني درتو في الصفاية باش يتصفى، وهنا هاني شعلت، هاني درت هذوك 3 كؤوس ديال الماء. ها هو هذا الماء راه طاب ديجا، غير هانتوما غادي تشوفوا هذا الغليان ديال الماء، هانتوما كتشوفوا فيه. اذا هاد الملعقه ديال الزعتر ها هي اللي غسلتها، هاني غادي نديرها في هذا الماء المغلى. هو غادي نديرها هنايا، الماء غلى يعني الماء غير يطيب ويغلى، هو غير يبدا يتجالب واحد شي شويه. ها هما كنشوفوا فيه، ها هو بدا كيتجالب. شفتوا الزعتر عندكم الخيار، سواء يكون خضر ولا يكون يابس بحال هذا اللي عندي. وانا هذا اللي عندي ديال الجبل، في الحقيقه واحد الزعتر رائع وزوين، حتى المذاق ديالو مختلف على داك اللي تيتشرى من عند العطاره. ها هو صافي، انا غادي نطفي عليها البوطه، غادي نطفي على هاد المنقوع ديال الزعتر. غادي هاني طفيت عليه، وغادي نغطيه بواحد الآنية، وغادي نخليه 10 دقائق
بعد ذلك عاد غادي نصفيه، نحيد منه دوك الوريقات ونديره في شي آلية ونبدا نشربه. من بعد الفطور ناخذ كاس، من بعد الغداء ناخذ كاس ديال العنبه، ومن بعد العشاء ناخذ كاس كذلك ديال العنبه. البنات غير بالنسبه للزعتر دائما خصو يكون عندكم. ها هو انا عندي، ها هو هنا انا كنجيبو بكثره ملي كنسافر في العطله، كنجيبو من جبال الاطلس، كنجيب منه مني الترباطي، كنجيبو نقيه ونقادو نديرو في قنينات. هذا داك الغليظ ديك اللي فيه الكباله، هذا ها هو هو زعتر، ها هو عندي. ولكن هذا الزعتر اللي هنا فيه دوك الوريقات الصغار اللي كنستعملهم في الوصفات، في بيتزا ولا في وصفات متعدده اللي كنستعمل فيها الزعتر، ولا كنستعملو كذلك حتى في الخيار. اذا حاولوا البنات الزعتر يكون عندكم في البيت، مهم ومفيد جدا. راه كيف ما قلت لكم هذوك الفوائد اللي عنده بالاخص بالنسبه للصدر، وبالاخص في هذه الفتره ديال الخريف والفتره ديال الشتاء، كيعالج حتى الحلقات. كان انا راه الحاله اللي كانت عندي، كان الحلق ديالي ما كنقدرش نصرد، عرفتي كان عندي ضيق التنفس، اقسم بالله العظيم. البنات اللي زدت انا على هاد الزعتر اللي استعملته وعطاني النتيجه، وكنقول لكم بان في الحق الفعاليه ديالو هي اللي كانت هي اللي بارزه. ما قلت لكم حيد لي الضر ديال الراس، ضيق التنفس، الحلق، حتى هو عرفتي راه بواحد السرعه يومين اللي استعملته تبارك الله عطاني النتيجه. اضافه الى ذلك انا زدت واحد، درت تريتمون، كناخذ خل التفاح، ها هو خل التفاح البلدي. علاش خل التفاح البلدي؟ حتى هو مزيان بالنسبه ملي تيكون فينا داك السيلان، داك لي كولمون ديال مناخرنا، وداك المخاط اللي تيكون في الصدر ديالنا هو تيخلصنا من هذاك المخاط. اذا انت ناخذ واحد جوج المعالق صغار ديال خل التفاح، وكندير واحد الكاس ها هو ديال الماء دافي شي شويه، وكنشربو الصباح على الريق ثلاثه ديال المرات في النهار. ثم كذلك عاونت بالعصير ديال الحامض، درت العصير ديال الحامض وكنشربو، ولكن كنشربو غير كنشربو في الصباح، ومن بعد الغداء ما كنشربوش في العشاء. علاش؟ لاننا كنعرفوا بان الفيتامين سي راه تيطير علينا النعاس. والله العظيم هذه وصفه ديال المنقوع ديال الزعتر، هذه المنقوع ديال الزعتر ثم خل التفاح ثم عصير الحامض، عطاني واحد النتيجه فعاله. كنتمنى البنات هاد الوصفه كنتمنىكم طبقوها وديروها، وراه كنقول لكم انا اقسم بالله وحق الله الى نتيجه فعاله عطالية. وديروها لمده خمسه ديال الايام، ومن بعد مثلا الانسان ملي تيحس الصحه ديالو ماشي هي هذيك، يدير يطبخ هاد الوصفه وياخذ منها كويس، ولكن ماشي باستمرار، باش ما تكونش عندنا كذلك، ما تكونش عندنا شي اضرار. البنات ها هي الوصفه جاهزه، ها هو الكاس، راني عمرت صفيت هذاك المنقوع ديال الزعتر، ها هو درتو في الكاس لانني غادي نشربو دابا داكشي. علاش انا حاولت نستغل هذه الفرصه نقاد نيت هذه الوصفه ديالي، وفي نفس الوقت تشوفوها. واحد المساله اللي نسيت نقولها لكم، حاولوا تحليوه بالعسل يكون حر. النتيجه اللي عطاني هو بفضل حتى العسل الحر، هذا عسل ديال النوار، راه حتى هو كيكون زوين. ها هو هاد المعلقه ان شاء الله غادي نحلي بها هاد الكاس، ها هو غادي نحلي بها هاد المنقوع، وكنتمنى البنات هاد الوصفه كنتمنىها تعجبكم، وكنتمنى تشجعوني من اجل باش يوصل لكم الجديد. وراه باقي فوائد كثيره بالنسبه للزعتر ان شاء الله، غير ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو، غادي نذكرها لكم لانه كذلك عنده حتى علاجات اخرى. غادي ندير فيديو اخر باش تستافدوا
تستافدوا منه. وكنشكر المتابعات والمتابعين ديالي اللي في الحقيقه وحق الله الا كيفرحوني، واخا كان لواحد الفيديو في واحد الوقت متاخر من الليل والصباح كنلقى التعاليق ديالهم وكنلقى لي لايك ديالهم. شكرا جزيلا، لان القناه ديالي لا تتقدم وتتزيد راه بالفضل ديال الناس اللي تيتبعوني والناس اللي تيعجبهم المحتوى ديال القناه.